حصل ولا ما حصلش ان انا بعتت جواب غرامي لحد او مسج غرامية لحد او بوست لحد او كومنت لحد. مش بالضرورة يبقى فيه علاقة، بس يعني انا بعتت حاجة وانا كان قلبي بيدق ساعتها. طيب سارة ما حصلش واضحة، احمد حصل واضحة، انت ايه بقى؟ اكيد حصل. ايوه كان حب من طرف واحد ولا اعجاب من طرف لا واحد؟ لا اكيد حصل، احنا يعني كلنا من الشقة من الشقة من الشقة. طيب حصل ولا ما حصلش وانا صغير ماما او بابا قدام الضيوف قالوا لنا وروا الضيوف المهارة بتاعتكم؟ هو انا كنت بتحرك في موقف تانية بس مش اللعبة دي. طب احكي لنا ايه بقى الموقف؟ لا هو انا عشان انا كنت وانا صغيرة بس كنت شقية شوية ويعني وبتريق على الناس كتير، يعني مش بتريق يعني بقلدهم. فبابا كان يجي مثلا انا يعني لو مثلا قلدت احمد لبابا فيجي احمد عندنا فبابا يقول لي اعملوا له زي ما كنت بتعملي لي كده. اخر سؤال حصل ولا ما حصلش كنتوا تتوقعوا انه محمد صلاح يتواصل معاكم ويكلمكم بعد الاولمبيكس؟ صراحه يعني هو انا عشان بشوفه كذا مره في كل بطولات بيتواصل مع اللعيبه يعني فكنت متوقعه ان كنت هو متوقعه. حلو محمد صلاح يعني رول موديل لينا كلنا و فطبعا كانت لقطه منه حلوه جدا ان هو يكتب لنا كومنت على كل واحد على انستغرام، ويمكن كل ما بنقابله هو حتى كلامه وطريقه كلامه ما بتبقاش مجرد ان هو يعني بي بي بيسلم علينا وخلاص، يعني بي بي بيدور حوار يعني في الموضوع، بيبقى مشاعره اصليه وحقيقيه. ما كنت عاوز قوي، ما كنتش عارف هو هيكتب ولا لا، بس كنت عاوز قوي. حتى ممكن كتب لنا وساره على طول، كتب لاحمد بعديها على طول، بعديها بفتره كتب لنا وساره. كان اخويا الصغير كل شويه يقعد يقول لي هو صلاح مش هيكتب لك حاجه، صلاح مش هيكتب لك حاجه. بعدين اول بقى ما صلاح كتبها صورتها وبعتها له على طول، كنا فرحانين قوي. تستاهله وهو كمان يستحق المكان اللي هو فيها وفرحتنا لما بيتواصل بشكل ايجابي مع اي حد من ابطالنا.